عودة مشاهدينا لنتابع أحلى صباح بأسمه الأخير. مثل كل أسبوع جو بيكون محضر لنا مجموعة من الأفلام والسيريز بفقرة سينما لنكون عم نضوي على كل شيء جديد في هيدا العالم اللي بعرف كتار من الناس بيحبوا يتابعوه ويعرفوا شو في جديد على الساحة الفنية. مزبوط بشارة، وعم بيكون في إصدارات كبيرة، يعني عم نشوف أعداد هائلة وهائلة، ننطر يعني من موسم لموسم تينزل فيلم نقول واو ناطرينه للفيلم، بس عن جد ما عم نلحق، وخاصة مع الريميكس اللي عم بيصيروا، المسلسلات، السبين أوفس. بدك حياة تانية بس لتحضر كل الكونتنت. عن جد ما بتلحق. لو من هلا لا يخلص العمر بنضل عم نحضر، بضل في أشياء جديدة. هذا يمكن إذا بدك الأفونتاج الوحيد للأشخاص يمكن العاطلين عن العمل إنه بيلحقوا يحضروا كل شيء على التلفزيون وعلى نتفليكس. يمكن فيهم يعملوها شغلتهم كمان، يصيروا يعلقوا، يصيروا هيك يحكوا عنهم، يعملوا ريفيوز، لانه عم نشوف كثير اشخاص عم تعمل مع اليوتيوب، يعني بيطلعوا بيفتحوا كاميرا بيعلقوا على فيلم معين او بيعملوا ريفيو او بس بيعطوا رايهم عنه، ونشوف بيشوفوا بيجيبوا فيوز، بيجيبوا عالم ما بتنتبه لهم، وهيك كمان هيدي الشغله بتكبر السينما، يعني بيصير واحد بدل ما يكون عنده راي واحد عن فيلم بيفوت على يوتيوب او بيفوت بيقرا. في ناس بيتاثروا بالاراء على كل حال، في ناس لا. مزبوط. يعني اوقات بتشوف فيلم يمكن على روتن توميتوز جايب افريج سكور كثير واطي، بس بتحضره بكل الاحوال وبتلاقي انه يمكن عجبك، فما فيك دائما كمان تصدق كل الريفيوز. حلو تكون رايك، بس اوقات نتأثر بالأراء. نتأثر أكيد، أو أوقات نوثق بشخص معين، يعني إذا في تشانل معينة على يوتيوب بنعرفها لك أو متابعها منروح لعنده 100%. اليوم عن شو رح نحكي؟ رح نعمل جولة سريعة عن فيلمين نازلين بالسينما وفيلم نازل على نتفليكس ومسلسل كمان، رح نتركهم هلا نحكي عنهم تفاصيل شوي شوي، ولكن رح نبلش مع مارفل ستوديوز اللي هن منازلين بلاك بانثر وكاندا فور إيفر. الأشخاص اللي بيعرفوا مارفل ستوديوز بيعرفوا السوبر هيرو اللي هو البلاك بانثر اللي شفناه بجزء الأول بال 2018 مع كينج تشالا، اللي هن عرفونا على هذا السوبر هيرو، عرفونا على واكاندا البلد اللي عايش فيه اللي مخفي عن العالم، وبذات الوقت عنده تكنولوجيز وعنده ماشينري تقدر يعني تكون سباقة وكتير متطورة غير عن العالم البشري العادي. وكمان بوقتها لحقنا كينج تشالا وقصته وكيف وصل للعرش، ولكن نعرف للأسف من وقتها لهلأ توفى تشادويك بوزمان اللي هو كان عم بيقوم بدور البطولة لهذا الفيلم بالأول، فاضطروا الاكزيكتيف بروديوسرز يكملوا بهذه السلسلة ولكن بقصة تانية. استبدلوا الممثل ولا ما استبدلوا الممثل بالقصة؟ عملوا انه توفى. يعني هلا مارفل عم بيفتحوا يمكن يعني عم بيربطوا كل افلامهم ببعضها باطار المالتيفيرس، يعني وصارت لسه شوي معقده للاشخاص ولحقت اذا فيك تلحق اللي ما عم بيقدروا يتابعوا كل افلام مارفل، صعب عليهم يفهموا شو عم بيصير. ما فيك يعني بدك تايم لاين، مشان هيك بنرجع بنقول يوتيوب شانلز بخبروك شوي شو عم بيصير، بيقولوا لك اي فيلم تحضر قبل اي فيلم، لانه بين البريكول والسيكول واللي قبل والمسلسلات اللي على نتفليكس يعني بدك حبكة كاملة حدا يفسر لك شو عم بيصير. ولكن واكاندا فور إيفر بيحكي قصة النساء اللي هن بهيدي القبيلة اللي بواكاندا كانوا، كان امه لكينج تشالا، اخته، وكتير غيرهم كمان بقلب الفين، اللي هن هلأ بدهم يدافعوا عن واكاندا، عن البلد تبعهم، بضد او بمواجهه القوات الخارجيه تبع، يعني فايتنج ستيريوتايبس، عم نحكي ريسيزم مع البلاك بانثر، عم نحكي وومن امباورمنت، يعني هوليوود 2022 ات اتس بيست بهيدا الموضوع 100%. وعم نشوف هوليوود هلا كثير عم بتركز على هيدا النوع من الافلام، وخاصه بالسوبر هيروز بيضوا على الفيميل كاركترز، بفرجونا انه مش دائما الفيميل كاركتر هي الضعيفه اللي بدها سوبر هيرو ينقذها، اوقات هي بتكون السوبر هيرو. سو واكاندا فور إيفر نزل هيدا الاسبوع على الصالات اللبنانيه، كمان كثير عالم ناطرته لانه مارفل ستوديوز، ومثل ما قلنا سلسله كثير طويله، يعني العالم المتابعه هلا ناطرين هيدا الفيلم تيربطوا القصص كمان ببعضها. رح نشوف اجواءه بالتريلر وبنرجع نكمل. Broken people can be great leaders. Hey, fit the candle, mushi shini napi. Yeah, post the twenty and two, mushi di bi maki. Yeah, engineer la toko tela wa. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god, killing him
will risk eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. Show them who we are. هيدا كان واكاندا فور ايفر. ما كثير تحمست بس على كل حال حسب الاستراتيجي اللي عم بيتبعوها ديزني تقريبا 30 يوم وعم بيكون الفيلم على ديزني بلس من بعد الثياتر سو بركي قريبا محضره على ستريمينج بلاتفورم 100%. وكمان اخذ ضجه كبيره واكاندا فور ايفر بالتحديد لانه ريانا عملت له اغاني للساوند تراك، يعني نزلت لهلا اغنيتين لهيدا الفيلم بالتحديد. وبنعرف ريانا كمان صار لها فتره ما عم بتغني ما عم تنزل شيء جديد والعالم ناطرتها فجمعوا بعضهم ببعض. وكمان نعرف كيف بيلعبوا الشقين، يعني الدعايه بتنجح أكيد. الفيلم اوقات وبذات الوقت بتفشله كمان اذا كان في كثير عليه انتباه ومعجبه. والريفيوز لهلا بوزيتيف؟ لهلا بوزيتيف. وبنعرف يعني بهيك نوع من الافلام شفنا بلاك بانثر قد ايه اخذ نجاح، فالعالم كمان شوي ناطره هاي اكسبكتيشن، حتى امال كبيره على هذا الفيلم. فمنشوف شو بيعمل وقد ايه بحقق نجاح. رح نضل بنطاق السوبر هيروز ولكن رح ننتقل لدي سي كوميكس اللي هو دي سي ضد مارفل. للي ما بيعرف دي سي هو المالتيفيرس الثاني للسوبر هيروز اللي بيجمع باتمان وسوبرمان تابع على وورنر براذرز. وورنر براذرز. وهلا عم نركز على بلاك ادم اللي هو نوع جديد من السوبر هيروز اللي عم بيعرفونا عليه بهيدا الفيلم كمان بصالات السينما. بفرجونا بلاك ادم بطريقه انه هو ضد الهيروز، يعني كان بمواجهه سوبرمان وندر وومن وكثير غيرهم لانه هو ضد مبدا السوبر هيرو. ولكن بذات الوقت بضل غايب 5000 سنه تقريبا وبيرجع بيشوف بيرجع بيجي على موجود هالكاركتر بالكوميكس ولا موجود. موجود هو العدو تبع شازام اساسا. ولكن دي سي كوميكس هلا بدهم يبلشوا يفوتوه بالسينما قبل ما يعملوه الفيلم اللي هن ناطرينه العالم اللي هو ضد شازام. سو هلا بيعرفونا عليه بطريقة انه عم بيرجع يفوت على الحياة وعم بيكون كمان ضد السوبر هيروز الموجودين منهم هوكمان اتوم سماشر سايكلون وغيرهم تيوصل لشازام اخر شيء. سو بلاك ادم كمان بيجمع اكشن بيجمع السوبر هيرو ستايل وكمان اجواء ساينس فيكشن. رح نشوف اجواء بتريلر ومنكمل. بلاك ادم، what have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Over fire! Now I kneel before no one. In this world, there are heroes. I feel the pain of my city wherever I go. And there are villains. Heroes don't kill people. Well, I do. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket.
يعني صار له تقريبا اسبوعين بصالات اللبنانيه عم بيحقق نجاح منيح لانه بنعرف يعني لاحظنا من التريلر كاست وعندنا برودكشن كثير كبيره ودي سي عينه كثير بالافلام يعني شفنا كثير افلام لانه ما حققت نجاح مثل ما لازم بس تعرف بالمالتيفيرس وبالعالم الخرافي فينا دائما نزيد كاركترز ونشيل كاركترز الكوميك بوكس ونغير. يعني الماتيريال السورس ماتيريال هالقد واسعين انه بيقدروا يخلقوا مليون فيلم يمكن من خلالهم لانه هالقد في غنى بهالقصص وهالقد كتار الكوميك بوكس مزبوط وحتى بتلاقي بذات اليونيفيرس يعني بتلاقي عده كاركترات ضد بعض بس ذات الشخصيه وبعدين بيطلع شخصيه جديده عم بفوتونا بكتير اشياء عن جد احتمالات لا نهائيه ولكن بدنا كان نحكي عن مارفل ودي سي اثنيناتهم تنضوي عليهم الفيلمين موجودين بالصالات اللبنانيه للعالم اللي عبالها تروح تحضر او بيعرفوا اولادهم بحبوا أكيد كمان فيهم يروحوا يدهنون شو 100% ولكن للعالم اللي بدها تضل بالبيت رح نتوجه لنتفليكس مع إنولا هولمز 2. إنولا هولمز اساسا فيلم نزل من كم سنه كمان حقق نجاح كتير كبير بال 2020 تنكون محددين من بطوله بيلي بوبي براون اللي هي معروفه بسترينجر ثينجز وكمان عم بتكون مثلها هلا منطلقه بنتفليكس لانه بعدها صغيره وعم بتكون عم بتبين بعده انواع افلام ومسلسلات وعم تحقق نجاح عم بتعاطف مع الجمهور. فإنولا هولمز 2 هو الجزء الثاني لإنولا هولمز اللي حضر أول جزء بيعرف أنه الميستري وهولمز من عائلة شيرلوك هولمز لأنه إنولا بتكون أخته بأول فيلم بتختفي أمها وبتقرر أنه تروح تفتش عليها مع أنه أخواتها بيقولوا لها أنه ممنوع تعمل هيدا الشيء وبيناتهم خيها شيرلوك ولكن بيعرف أنه هي فيها هيك دم المحقق فبيكون بدها تعرف وتلحقها للخبرية. بتاني فيلم بتاخد أول كيس لأول قضية أوفيشل كمحققة وبتكون هي بدها تروح وتعمل هذه القضية وتبرهن للكل انها قدها كمان ديتكتيف شاطر مزبوط. ونحن بنعرف يعني ميلي بوبي براون هي عمرها تقريبا مراهقة بعدها 16-17 يمكن ولكن عم بيفرجونا انه كمان البنت فيها تعمل اللي بدها اياه وفيها تكون قد حالها بهذا العمر وبتكون عم تاخذ قراراتها وعم بتغير بالمجتمع اكيد بيساعدوها كثير رفقاتها وخيها شيرلوك كمان باجواء بين كوميدي بين سسبنس بين اكشن اجواء حلوة اللي حاضر الاول بيعرف اكثر واللي مش حاضر اول فيلم رح يعرف اكثر بهذا التريلر. يلا excuse me perhaps I should explain. My name is Enola Holmes. I started a detective agency. How old? But you're a girl. Tell me. Yes. Might your brother be free? My brother? Well, I have not a single case. Sherlock's latest seems to be vexing him. Is it true you find lost people? Yes. My sister. She disappeared a week ago. At last, I would be a detective in my own right, worthy of the Holmes name. Dare I ask? She's a detective. Good God, another one. I'm trying to save a girl's life. And what can we do? We. You gonna be my girl? Oh, good. He isn't. Are you involved in something dangerous? Good afternoon. You can't control Enola Holmes. She's a force of nature. You. Why are you here? Is it my case or your own? Both. It seems our cases are connected. Shall we? حاطين لنا نوفمبر 4 اللي هو الأسبوع الماضي تقريبا أو من أسبوعين يوم 14 20 نسينا قدام احنا بشار بس كمان عم بيحقق نجاح كتير كبير هو ترندنج بلبنان كمان وبالعالم لأنه العالم اللي حضرت أول فيلم
بيعرفوا الأجواء وعارفين هيك شو ناطرون ومحمسين لتاني فيلم. ومثل ما شفنا ميلي بوبي براون كمان عندها جمهور كتير كبير، وهنري كافيل اللي هو كمان صار معروف عند نتفليكس من بعد دوره بذا ويتشر كمان ودوره بدي سي كوميكس. كنت عملها كمان كأنه مرشحينه أنه يكون لجيمس بوند الجديد اللي بعنا ناطرين نشوف مين راح يكون. آخر أفلام هيك مهدولنا الطريق أنه راح تكون بنت، بس ما بنعرف شو رح يصير، ما بنعرف كمان شو معقول يغيروا بالقصة وشو معقول يصير. يروحوا بكل الاتجاهات، يمكن يكون رجل أسود، يمكن يكون بنت، يعني اليوم طلعوا من النص طلعنا من النص الأساسي النموذجي. رح نوصل لآخر شيء عنا نحكي عنه اللي هو على نتفليكس وهو دبي بلينك. بعتقد كل العالم سمعت عنه لدبي بلينك، وهو على نتفليكس مسلسل رياليتي تي في من انتاج شركة نتفليكس. دبي بلينك بياخدنا على دبي على اللافش لايف ستايل اللي هي بنحسها شوي باهظة، بنشوف العالم كيف عايشين هونيك برفاهية، بنلحق كاركترات معينة من بيناتهم كمان ريل استيت ايجنتس انفلونسرز وكتير غيرهم من الاشخاص اللي عم بيعيشوا هيدا اللايف ستايل بدبي، وبيركزوا على الحياة اللي عايشينها، يعني ان كان الاكتيفيتيز اللي بيعملوها، النشاطات، وين بيروحوا، وين بيجوا، شو بيلبسوا، يعني عنا هيدا رياليتي تي في اللي كل العالم بتكون ناطرته بالرياليتي تي في شوز. هلا كل العالم بحبوا رياليتي تي في، وهلا عم بيرجع يدرج رياليتي تي في، بس انا حضرت كم حلقه بالصدفه وحسيت انه صحيح هو المفروض رياليتي تي في ونون سكريبتد، بس حسيت انه سكريبتد بقوة، يعني في اشياء مبين انه ممثله منا طبيعيه. وبعدين في كتير انتقادات اجت على دبي بلينك انه بيرجع بكرر، او اذا بدك باكد كل الستيريوتايبس اللي بنسمعها عن دبي، انه دبي هي منه مكان للعمل، هي بس مكان في ناس معهم كتير مصاري ومش عارفين كيف بدهم يصرفوها وبطريقه سخيفه. فكتار من الاشخاص عم ينتقدوا هالسيريز من وراء هذا الموضوع. مزبوط، هو اسمه دبي بلينك، يعني العالم يعني لازم يعرفوا انه راح يكون عم بيحكي عن شيء كتير جيريس أو كتير رفاهية، لأنه من الاسم بيوحي، ولكن الأشخاص الموجودين بيحكوا شوي عن قصتهم وكيف بلشوا وكيف اشتغلوا وكيف قدروا يوصلوا تيعيشوا هيدا الحياة. وبذات الوقت كمان يمكن بدهم يضووا شوي على اللايف ستايل تبع دبي، لأنه منعرف كلنا بس نسمع دبي منقول إف هيك ضخام، بس اللي عايش بدبي يمكن بيعرف أنه مش كلها هيك. مزبوط. هلأ رح نشوف نحن التريلر، بنرجع منكمل رح نشوفه هيك بطريقة سريعة. هلأ نزل على نتفليكس، فيهم العالم يفوتوا يحضروه وكمان هن يشاركونا رأيهم. في كتير عالم صاروا مليونيرز بدبي وأنا واحدة منهم. I live a life where I can't imagine living this anywhere else in the world. صرت معي $300 حولتها لمليون. Show me the money. بس الظاهر هذا أنا ما وصلت له بسهولة، تعبت كثير لين ما وصلت للي أنا عليه اليوم. The millionaire world is very small. You know one, you know all of them. Everyone here is looking for something. Money, power, image, or love. Look at this. It lit up with hearts on it. It's a sign. بس انتبهوا، بين الأغنياء في الحقيقة وفي المزيف. Mirror, mirror on the wall. Who's the fakest one of all? I'm not arrogant. You're so arrogant. No, you're arrogant. I'm going. If you allowed me to help you, I would love to. لأي شخص يحاول يكسرنا. Jealousy makes you nasty, so if they cannot have what you have, they're gonna trash you. You guys look like you're coming for a fight. If she apologizes. Apologize? No. Over my dead body. At least I can tell you to your face, you're an idiot. Oh, I'm out, bye. الحياة عبارة عن تجارب. Do you really want to play this game with me? I'm gonna climb on you in a minute. Just because I look cute and sweet, that doesn't mean I can't be tough and mean. It's sponsored and I get paid for it. It's my work. Are you jealous? You're ready to have some respect. Okay. You're supposed to be my buddy. Not enough, خلاص. You think you've seen it all? Trust me. الحفل ما راح ينتهي لسه. حبيبي, welcome to Dubai. يعني بشارة يمكن سكريبتد شوي، لأنه نعرف الرياليتي تي في دايما بيكونوا هيك، يعني قد ما كان بيجربوا المنتجين يمشوا القصة بطريقة كمان تتلفت النظر وتجذب المشاهدين. بس منعرف يعني الرياليتي تي في على نتفليكس كتير داري بضربته، عنا كتير شوز، ديتينج شوز، كوكينج شوز وكتير غيرها كمان. هيدا ذكرني أنا في
ريتش كيدز اوف بيفرلي هيلز او ذا ريل هاوس وايفز اوف بيفرلي هيل، يعني على قد عم يجربوا يمكن يكرروا تجربه شفناها باماكن اخرى، بس انه بدبي ليكون لها فليفر او نكهه عربيه. وبذات الوقت في كثير مواضيع ما فيهم يعني يفوتوا فيها كثير انتاجيا بالدول العربيه من الديتينج وغيره وغيره، فبيكونوا يمكن لقوا انه هذا الموضوع هو هيك رح يجذب العالم، جذبهم يمكن بطريقه سلبيه بس باد ماركتينج از جود ماركتينج كمان. وللاسف يعني العالم عم بتحط الكريتكس تبعوله على اي ام دي بي اخذ 3.5 على 10 لهلا، بس تحت المعنى يعني هذا الشيء ما بيعني انه ما بيسلي او ما بيغير لنا جو، والاشخاص يعني اللي عم بس انه ما له شيء بعبر الراس، يعني ما رح تتعلموا شيء من دبي دبي بلينك. منه هو رياليتي شو دوكيومنتري، اكثر رياليتي شو تسليه تنغير جو. على كل حال هول كانوا افلامنا والسيريز لليوم. نحن ما نرجع على حياتنا ببيروت بلينج اللي ما لنا بلينج ابدا اكيد بشاره، وما فينا ما نضوي كمان على فيلم يوسف اللي هو الفيلم اللبناني اللي حائز على جوائز عالميه، كمان كنا بانترفيو مع المخرج والممثلين فيه على احلى صباح هذاك الاسبوع. فالاشخاص كمان اللي بتحب السينما اللبنانيه واللي بدها تشجع السينما اللبنانيه فيهم كمان يحضروا بالصاله اللبنانيه. اكيد هذا موضوع مهم جدا، ودائما بهمنا الدراما اللبنانيه تكون صناعه حقيقيه اندستري حقيقيه وتضلها بالصداره. ثانك يو جو على كل هالريفيوز وعلى كل هالموفيز والسيريز. اكيد الاسبوع المقبل ناخذ تفاصيل اكثر عن فلومي عن افلام وسيريز جديد. مشاهدينا لهون بتكون وصلت نهايه حلقتنا من احلى صباح لنهار الاثنين، بدنا نتمنى لكم اسبوع موفق، انتبهوا على حالكم وكل الزملاء بيلاقوكم بكره بحلقه جديده بتمام الساعه 9. الى اللقاء.